معانا بتجربة اليوم سيارة كلنا بنعرفها، هي الفورد إكسبلورر، ولكن النسخة اللي معنا اليوم هي الفورد إكسبلورر سبورت مع محرك إيكوبوست رائع من فورد. يلا تعالوا نتعرف أكثر على الفورد إكسبلورر سبورت 2018 ونشوف هل حتقدر تقنعنا أنه ندفع 273 ألف درهم بفورد إكسبلورر. ولا تنسوا كالعادة أنه تشتركوا بقناة يلا موتر هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا آخر تجاربنا. من الخارج بنقدر نميز الاكسبلورر سبورت مباشرة من الشبك الامامي اللي عم بيجي باللون الاسود واسم اكسبلورر اللي عم بيجي اعلى الشبك، وايضا من الخلف اسم اكسبلورر عم بيجي على لوحة ايضا عم تيجي باللون الاسود بدل الكروم اللي تعودنا عليه بالنسخ الثانية من الاكسبلورر. ولكن بشكل عام التصميم اللي عم تحمله الاكسبلورر سبورت بعام 2018 هو نفسه اللي تعودنا عليه بموديل السنة السابقة، هو عم بيستقي كتير من سيارة الرينج روفر، وهذا برأيي شيء جيد لأنه أنت ما ممكن تغلط إذا عم بتحاول تشبه سيارة بعراقة وجمال الرينج روفر. والإكسبلورر سبورت عم تيجي مزودة بإضاءة أمامية مع إضاءة نهارية LED وأيضا كشافات ضباب عم بيحاكوا شكل الإضاءة النهارية الموجودة أعلاهم هون، وأيضا السيارة عم تيجي مزودة بجنوط بقياس 20 إنش. ومعكم كل القطع اللي عم بتميز الإكسبلورر سبورت عن كل النسخ الثانية باللون الأسود، أنا فعلاً بستغرب من الناس اللي بروحوا بيخفوهم وبيشتروا إكسبلورر أيضاً بلون أسود. عم بستمر استخدام اللون الأسود الكتير داخل السيارة مع خياطة باللون الأحمر على جلد المقاعد وعلى الجلد الموجود على جانب الأبواب. ولازم أعترف أنه التصميم الداخل للسيارة عجبني كتير، خاصة مع هاي الانحناءات الموجودة بالأبواب واللي عم تتصل مع تصميم التابلو بالسيارة واللي عم تعطي شكل جمالي أحلى وبنفس الوقت تعطيك إحساس بمساحة أكبر بالمقصورة بالأمام. ولكن تمنيت لو أنه فورد اهتمت بنوعية المواد المستخدمة داخل السيارة مثل ما اهتموا بالتصميم، فحتى هاي اللوحة اللي منظن انها مصنوعة من الكاربون فايبر والمعدن هي ايضا مصنوعة من البلاستيك. لو اهتموا فيها اكثر كان اعطوا شوية فخامة عم تنقص بصراحة الاكسبلورر سبورت من الداخل. ولكن هذا كله ابدا ما عم بقلل باحساس العملية والمساحة الكبيرة اللي بتحصل عليه داخل الاكسبلورر سبورت، حتى انه السائق بقدر يتحكم بوضعية الكرسي والمقود ودواسات البنزين والبريك كهربائيا ويخزنهم بالذاكرة الموجودة على الأبواب لحتى يحصل على أفضل راحة بالقيادة بالمسافات الطويلة، وهي كانت دائما من أهم ميزات السيارات الأمريكية. وهون كمان بالخلف عم بحصل الركاب على مساحة كبيرة جدا، وهي مساحة كافية لجلوس 3 بالغين بكل راحة مع فتحات للتكييف بالسقف وإمكانية التحكم بدرجة الحرارة وقوة المكيف من الأقراص الموجودة هون. وكمان عم بحصلوا بالإكسبلورر سبورت على شاشتين بمساند الرأس، بعرف إنها بتهم أصحاب العائلات مثلي خاصة بالرحلات الطويلة. ولزيادة العملية الكبيرة بالسيارة فأنت بتقدر تتحكم بالمساحة المتاحة بالخلف إما بطي الكراسي بالصف الثاني 60-40 أو كمان بمقدرة طي كراسي الصف الثالث 50-50 أو إخفائهم تماماً، وهذا كله كهربائيا بأزرار موجودة بصندوق الأمتعة بالخلف يلي هو كمان بيفتح كهربائيا عن طريق المفتاح أو حتى بدون استخدام اليدين أساسا. أما من ناحية التجهيزات ففورد ما بخلت أبدا علينا مع الإكسبلورر سبورت، مع إمكانيتك فتح السيارة وتشغيلها بدون مفتاح وأيضا وجود شاشة لمس للتحكم بنظام سينك 3 من فورد عم بيجي مع نظام ملاحة نافيجيشن وأيضا نظام بلوتوث للاتصال ومقدرة وصل الموبايل مع دعم لأبل كار بلاي وأندرويد أوتو. والسيارة عم تيجي مزودة بنظام صوتي من سوني ب 12 سماعة عالية الجودة. وكمان عم تيجي الإكسبلورر سبورت مجهز بنظام تكييف ثلاثي المناطق مع فتحات للتكييف لصف المقاعد الثاني والثالث
وانت بتقدر تتحكم بالحرارة بكل هاي المناطق عن طريق شاشة اللمس او الازرار الموجودة هون بالتابلو. وكمان السيارة عم تيجي مجهزة بتدفئة او تبريد للمقاعد، وكمان السيارة عم تيجي مجهزة بفتحة سقف بانورامية وامكانية التحكم بلون الاضاءة الداخلية مع خيار من 7 الوان. واما امام السائق عم نحصل على لوحة عدادات عبارة عن عداد السرعة بالمنتصف وشاشتين على الجوانب تعطي معلومات مختلفة بنقدر نتحكم فيهم عن طريق الازرار الموجودة على المقود. انا تمنيت لو فورد كمان اعطتنا خيار انه نقدر نحط خريطة نظام الملاحة على واحدة من هاي الشاشات. طبعا مثل ما قلنا على المقود ايضا في ازرار للتحكم بنظام الصوتي ونظام الاتصال البلوتوث، وعلى الطرف الثاني في عنا ازرار للتحكم بنظام تثبيت السرعة التكيفي اللي عم بيجي بالاكسبلورر سبورت او اللي هو مع رادار، وهذا واحد من الأنظمة المساعدة الموجودة بالسيارة، فهي كمان مزودة بنظام تنبيهك بالنقطة العمياء ونظام لتنبيهك بأي اصطدام محتمل. وعم تيجي الإكسبلورر سبورت مزودة أيضا بحساسات 360 درجة حول السيارة وبكاميرا بالأمام وبالخلف لمساعدتك على ركن السيارة. وأخيرا بالداخل لازم أذكر أنه عندنا نظام الاستجابة للتضاريس اللي بتقدر تتحكم فيه من هذا القرص الموجود بالكونسول الوسطي اللي عم بيعطيك خيار القيادة على الطرقات المعبدة، وطبعا 3 خيارات للقيادة على الطرقات الغير معبدة، وأيضا بيجي مجهز بنظام مساعدتك على نزول المنحدرات. لسه مثل ما توقعت الاكسبلورر عم تعطينا قيادة مريحة، مع انه الاكسبلورر سبورت فيها تعليق رياضي ولكن هو رائع جدا وعم بقدر يمتص التعرجات بأي طريق، فالقيادة المريحة لساها موجودة. ولكن الاكسبلورر سبورت عم تحصل على شيء زيادة وهو محرك الـ V6 EcoBoost اللي عم بقدر يولد 365 حصان وعزم بوصل ل 502 نيوتن متر، وعم بيجي متصل مع جير بوكس من 6 سرعات مع بيدل شيفترز. حسيت انه فورد شوي خجلانين منهم، يا ريت لو طولوهم ولو سنتي واحد بس لحتى تقدر تستخدمهم بسهولة وانت عم بتسوق السيارة. ولكن هاي التركيبة لا تظن انها راح تعطيك قيادة مثيرة ورياضية على المنعطفات، لانه لسه عم نحصل على بادي رول كتير عالي والدقة والحساسية بالمقود شوي قليلة. ولكن حط الإكسبلورر سبورت على خط وعم تحصل على تسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب6 ثواني بس، وهذا رقم بيضاهي أرقام الرينج روفر سبورت. فورد أرجوكم أرجوكم من هلأ ورايح أعطونا محرك إيكو بوست بكل سيارة بتنتجوها. الفورد إكسبلورر سبورت 2018 سيارة دفع رباعي عائلية عملية ومريحة ل7 ركاب وممتازة للمسافات الطويلة، ومحركها الإيكو بوست عم بيعطيها تميز عن باقي السيارات بهاي الفئة. ومع سعر 273 ألف درهم وكل هاي التجهيزات الموجودة فيها بظن إنها من أفضل الخيارات اللي ممكن تفكر فيها بهاي الفئة من السيارات. ولكن أنا بظن لو إنه فورد اهتمت أكثر بنوعية المواد المستخدمة داخل السيارة وحدثت التصميم شوي داخل السيارة، كنت بكل ثقة بقدر أقولكم إنه الفورد إكسبلورر سبورت 2018 هي عبارة عن رينج روفر سبورت ولكن بنص السعر.